تحمل المطالب على شكل لافتات مكتوبة، علها تصل لأولئك الذين اعتصم هؤلاء هنا لأجل رفعها إليهم. يقول الطلاب اليمنيون المبتعثون في روسيا إن السفارة اليمنية في موسكو أغلقت أبوابها أمامهم عندما جاءوها من مدن بعيدة لإنجاز معاملاتهم رغم الأجواء الباردة في العاصمة الروسية، ويقولون أيضا بأنهم سيواصلون اعتصامهم المفتوح حتى تحقيق مطالبهم بصرف مستحقاتهم المالية. الاعتصام المفتوح يمكن أن يتحول إلى احتفال، وذلك عند المناسبات الوطنية، فرغم البعد كثيرا عن الوطن يترك الجميع هنا همومهم جانبا ويحتفلون. ففي ذروة الصراع الدامي والمرير في الوطن يخوض هؤلاء صراع آخر لانتزاع حقوقهم، لكن في بلاد الغربة. ويبرز العيد 53 كاستراحة محارب للطلاب في معركة تبدو طويلة.